يلا نكمل الطريق. ايدي في ايدك حلم ولادنا بين ايديك. وتبدأ رحلة سليم الرهيبة بعد ما أصابه السرطان، لكن في المستشفى 57-357 الأمر مختلف. كل تحاليل الأشعة بتأكد إن سليم أصابه مرض سرطان الدم. هايل هايل يا سرطان. أنا أقدر أصيب أي حد في أي وقت. بس ده خانون مستشفى، يعني هيتعاني. وساعتها سليم مش هيتعالج. سليم هيكون ضحية من ضحاياي، هيكون واحد من المئات اللي بقدر عليهم كل يوم. سليم هيكون دليل على فشلهم. تفتكر هيحاولوا يعالجوه بالجراحة ولا بالإشعاع ولا بالكيماوي؟ ولا حاجة من دي هتنفع. بكرة تشوفوا. بالعلاج اللي هيدهونه مقاومة سليم هتبقى ضعيفة، يعني اي مرض يقدر يسيبه بسهولة زي انا كده. يا مجرد ايام نعلن اتصالنا عليهم، يخلوا بقى المستشفى اللي عاملينها دي تلفحهم.